استحق ان يصل الى نهائي دوري الابطال الفريق اللي قدر يعمل 2 ريمونتادا في ادوار النوك اوت على باريس سان جيرمان وعلى مانشستر سيتي. ريال مدريد فعلا بيعمل المستحيل في بطولة دوري ابطال اوروبا السنة دي باداء مذهل، خصوصا في الاشواط التانية. وامتى؟ لما الدنيا بتعقد، يعني مش بس بيعمل كده والدنيا سهلة، لا ده الدنيا متعقدة اكتر ما انت ممكن تتخيل. فريق مهزوم في ملعب الاتحاد 4-3، بيلعب في ارضه وشوط اول سيء جدا، وبيخرج متعادل 0-0، وبيتأخر قبل نهاية المباراة ب20 دقيقة بهدف، بيلعب على فرصة واحدة ان هو يجيب جولين عشان يوصل للوقت الاضافي ويمد الوقت وقت المباراة للاشواط الاضافية عشان يخطف فيها بطاقة التأهل. ريال مدريد بكل استحقاق بيتمكن من التأهل لدوري ابطال اوروبا لمواجهة مرتقبة مع ليفربول، زي ما تمنى محمد صلاح اللي تمنى امبارح انه يلاعب الريال ما يلعبش السيتي في الفاينل، وبالفعل ربنا سبحانه وتعالى حقق له امنيته. وبالفعل ريال مدريد بيصنع المستحيل قدام مين؟ قدام فريق بيب جوارديولا اللي بدا المباراه بشكل ممتاز جدا وفضل ماشي بشكل ممتاز جدا لغايه لما بدا يتفلسف بشكل زياده. بعد امتى بقى؟ بعد ما تقدم. جوارديولا عمل مجموعه من التغييرات والتبديلات في الربع ساعه الاخيره، بوظ بيها اسلوب لعب السيتي، ادى المساحه لريال مدريد انه يمتلك الكوره اكتر، مع انه هو صاحب فلسفه الاستحواذ وانك لازم تبقى الكوره معاك انت عشان تمنع الخصم انه يهدد مرماك. طول ما الكوره معاك عمر الخصم هيهدد مرماك بنسبه كبيره. ده كلام جوارديولا اللي ما طبقوش في ال 20 دقيقه الاخيره من مباراه الاياب قدام ريال مدريد في البرنابيو. طيب الماتش بدا ازاي؟ كل الناس اول ما سمعوا انشيلوتي بيقول تشكيلة المباراة كله قال أنشيلوتي بيلعب غلط. أنشيلوتي بدأ المباراة بطريقة أقرب إلى 4-4-1-1 وحط 4 في خط الوسط وإدى الإيحاء بنفس الشكل أو الطريقة اللي لعب بيها مباراة برشلونة في الدوري اللي خسرها 4-0. هو كان عايز يمسك خط الوسط وعارف ان مانشستر سيتي دايما بيلعب على الاستحواذ. جوارديولا ذاكر المباراه بشكل كويس، بدا المباراه بطريقه 4-3-3 وكان واضح جدا جدا ان هو عايز يهاجم، ما كانش عايز يلعب بنفس التكتيك اللي لعب بيه قدام دييجو سيميوني في دور الثمانيه قدام اتلتيكو مدريد لما راح المتروبوليتانو وعمل ما يشبه كده زون ديفنس وساب الاستحواذ لاتلتيكو مدريد وخرج كلين شيت. لا، جوارديولا قال لا، انا هنزل النهارده عايز اكسب، عايز اهاجم الريال في البرنابيو واحاول زي ما هو حط في مرمى 3 اهداف في الاتحاد النهارده انا احرز. بدايه المباراه شفنا ازاي مانشستر سيتي بيقدر يستحوذ على الكوره في نص الملعب وقدر فعلا استغل ان الرباعي خط الوسط بتاع ريال مدريد كلهم كانوا متراجعين، كله كان متراجع سواء توني كروس او مودريتش او كازيميرو او فالفيردي. طبعا نزول فالفيردي واضح جدا جدا ان هو كان عايز يقفل الجبهه الشمال بتاعه كانسيلو وفودين. اوريدي انشيلوتي عارف ان جوارديولا دايما بيعمل ثنائيات على كل جبهه، ووكر رياض محرز وكانسيلو وفيل فودين عاملين جبهات، فهو كان لازم يقفل الجبهات دي قدامهم، خصوصا طبعا ان هو ما يقدرش يلزم فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما بادوار دفاعيه كبيره، هو عايز يسيبهم للهجوم ويدافع بثمان لعيبه وساب الحريه لفينيسيوس وكريم بنزيما. ولكن ايه مشكله الطريقه دي؟ الشوط الاول اي حد بيتفرج هيلاقي ان ريال مدريد مقسوم جزئين، شق في ثمان لعيبه بيدافعوا وتركيزهم الشديد على الدفاع، وشق في اثنين لعيبه قدام اللي هو فينيسيوس وكريم بنزيما بيحاولوا ان هم يلخبطوا دفاع مانشستر سيتي. اخد فاول، اخد ضرب الجزاء، اشوط لي شوطه. ده كان شكل ريال مدريد في الشوط الاول، عشان كده ما كانش فيه اي خطوره على مرمى ادرسون. طيران كارفاخال من الجبهه اليمنى او مندي من الجبهه اليسرى ما كانش كتير في الشوط الاول، شفنا جدا كان فيه تحفظ جدا جدا عند كارفاخال ومندي عشان ما يتلعبش من وراهم، وانشيلوتي فضل صبور جدا على لعبته طول الشوط الاول. حتى كان في لقطه في نهايه الشوط الاول شفنا كازيميرو وبنزيما بيضحكوا رغم ان النتيجه مش في صالحهم ساعه الوقت ده، والسيتي كان هو الاكثر خطوره. رياض محرز
على الجبهة اليمنى وفيل فودن على الجبهة اليسرى بمساعدة خيسيوس في قلب الملعب، قدروا فعلا هم يعملوا ستريتش كتير للملعب ويحافظوا على الاستحواذ. الكرة التانية شفنا كتير قوي قوي قوي، رغم ان ريال مدريد بيلعب باربعة في نص ملعب، شفناها بتروح للعيبة سيتي سواء دي بروينا او رودري او برناردو سيلفا، كانوا بيلموا على طول الكرة التانية، وكان مانشستر سيتي ماشي بشكل مميز جدا في الشوط الاول وكمان اول 25 دقيقة من الشوط التاني اللي هنتكلم طبعا على الشوط التاني. لكن انت ماشي بشكل كويس، جوارديولا ماشي ومحافظ على رتم الفريق، كل الاستحواذ معاك، رودري مأمن تماما عمق الملعب، برناردو سيلفا بيرجع يعمل ويساعد في الدور الدفاعي من الجبهه اليمنى، طبعا كيفن دي بروين كان واضح ان عنده يعني كده في تقل في الحركه، لكن كان اكيد وجوده في الملعب طول ما معاك كيفن دي بروين ما تقدرش حتى هو لو في يوم النهارده كيفن دي بروين مش في يومه كاداء زي ماتش الاتحاد، لكن ما تقدرش برضو تستغنى عنه. فضل الشوط والنتيجه ماشيه معاك خلاص 0-0، وما زال ريال مدريد محتاج ان هو يجيب هدف عشان يودي المباراه للاشواط الاضافيه. الشوط الثاني بيبدا بفرصه خطيره جدا لفينيسيوس جونيور بيضيعها بجوار القائم، ودي كانت بصراحه كانت هجمه يعني نقدر نقول ان هي مبنيه على سيستم، ولكن هي هجمه خاطفه في بدايه الشوط الثاني قبل ما لعيبه مان سيتي يبداوا يركزوا. مانشستر سيتي بقى عمل حاجه حلوه قوي الشوط الثاني، طبعا بمرور الوقت بدا ريال مدريد يضغط في مساله ان هو محتاج يرجع في النتيجه. جوارديولا بقى عمل حاجة حلوة جدا 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 في الشوط التاني، هو عارف ان ريال مدريد مش هيلعب بقى بالزون ديفينس اللي كان يعني ما يشبه زون ديفينس في الشوط الاول، هيبدأ يتقدم ويبدأ يطلع لعيبته عشان يبدأوا يهاجموا ويضغطوا، وبالتالي كان اكتر اتنين هيبدأوا يطيروا زي ما اتكلمنا في الشوط الاول ميندي وكارفخال، مليون في المية هما الشوط الاول مش بيتقدموا كتير مع بعض، حتى لو واحد اتقدم التاني بيسبق. الشوط التاني بدأ انشيلوتي يطير اللعيبة دي، جوارديولا على الجانب الاخر قال للجناحات بتاعته محدش يرجع، سيبوا اللعيبه تطير وانتوا تقف، وكان واضح جدا ان في فودن ورياض محرز بيرجعوا لغايه خط الوسط بس. وبالتالي دفاع مانشستر سيتي كان كل مهمته ان هو يحاول يجذب ريال مدريد لنص ملعبه عشان الكره تتقطع في نص الملعب هنا، هوب اول ما الكره بتقطع وتوصل لكيفن دي بروين او برناردو سيلفا على طول رياض محرز بيفتح الملعب وفيل فودن بيفتح الملعب من الجبهه اليسرى. ودايما شفنا كل هجمات السيتي الشوط الثاني المرتده اللعيبه كانت بتروح ما يشبه 3 على 3، او حتى في الهجمه بتاعه الهدف بتاع رياض محرز شفنا ما يشبه الـ4 على 3، وكان واضح جدا ان الهجمه دي هتنتهي بشيء، ليه؟ انت بتتكلم الكوره مع برناردو سيلفا ودخل وقدر رياض محرز ان هو يفتح الملعب جدا جدا واداله الكوره عشان ينفرد بالمرمى ويكرر اللي هو عامله بقى في ماتش الذهاب لما شاطها في الشباك الخارجيه، المره دي شاطها بشكل قوي جدا في المرمى وقدر يجيب الهدف. 1-0 مانشستر سيتي، باقي ما يقرب من 16 او 17 دقيقه بخلاف الوقت بدل الضايع، ليتس سي مثلا باقي 20 دقيقه. جوارديولا ما صبرش، جوارديولا ما صبرش، كان مستعجل قوي، كان مستعجل ما صدقش، غريبه مع ان السيناريو ده جوارديولا بيشوفه كتير، غريبه جدا كانه كان مستعجل، هوب شد دي بروينه شد رياض محرز وبدا كل فكره ازاي اامن. نزوله جاندوجان، نزوله فرناندينيو مع جريليش، طبعا كامل احترام لجريليش كلاعب يعني عمل موسم كويس في الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت وبناء جاي على السيتي السنه دي، لكن جريليش السنه دي واحد من اسوأ صفقات مانشستر سيتي، ما اعتقدش ان اسلوب لعبه يتناسب مع السيتي، ما بيعملش اي خطوره في الماتشات الكبيره، ممكن يكسبك ماتش متوسط في الدوري من اخره الجدول كده في الدوري اوكي، لكن في ماتش كبير جريليش تالق فيه السنه دي مع السيتي مش هتلاقيه. وبالتالي بدا مانشستر سيتي في الدقائق الاخيره يسيب الكرة تماما وكمان لا يشكل اي خطورة، ما عدا طبعا الكرة بتاع جريليش اللي جت من الجبهة اليسرى، لكن طبعا الفينش بتاعها ما كانش اجمد حاجة والكرة خرجت من على خط المرمى، وكانت الكرة دي كانت ممكن تخلص المباراة للسيتي، لكن جريليش برضو ما فنشهاش. لكن كأداء وكشكل استحالة انت تطلع كيفن دي بروينة وتعتقد ان انت في خط الوسط هتفضل تتمالك الامور زي ما كيفن موجود. فرناندينيو نزل، جاندوجان نزل، بدا خلاص ريال مدريد وانشيلوتي عارف ان هو ما عندوش غير 15 دقيقه يقدر يرجع فيهم. ببساطه انشيلوتي عمل ايه؟
قلب خطة اللعب ما يشبه الاثنين أربعة أربعة، وبدأ يحط أكبر عدد من اللعيبة داخل منطقة الجزاء، وطير كل لعبته وما سابش ورا خالص غير اتنين بس بيدافعوا. وطبعا طبعا طبعا في الوقت ده السيتي ما كانش عنده اللعيبة اللي تقدر تجري وكمان تقدر تستحوذ على الكرة. وشوفنا طبعا ريال مدريد بيقدر عن طريق الكرات العرضية، وزي بالظبط بالظبط ما عمل مع باريس سان جيرمان، دربكة على طول بتجيب التعادل، هوب قبل ما يشم نفسه اخطف الكرة واضغط وهوب هات التاني. وفي خضم 3 دقايق جوارديولا ولعيبه السيتي كانوا بيحضروا ان هم يخلصوا المباراه ويرجعوا على انجلترا محتفلين بالانتصار يعني بالتاهل لسان دوني، وان هم يلعبوا ليفربول في الفاينل، هوب لقى نفسه مجبر ان هو يروح للاشواط الاضافيه. ونفسيا اي واحد بيتفرج على المباراه دي عارف ان في الوقت الاضافي بالشكل ده ريال مدريد هيجيب الجول الثالث. ليه؟ نفسيا خلاص لعيبه السيتي وقعت، وكمان جوارديولا خرج كل الاوراق الكويسه اللي عنده، وكانش عنده اوراق كويسه على الدكه غير لحيم ستيلينج اللي كان تقيل قوي 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 في حركته، واضح ان هو عنده مشكله. الشوط الاضافي طبعا كالعاده كريم بنزيما بيقدر هو يستغل مهاراته الفرديه داخل منطقه الجزاء، وحصل على ضربه جزاء صحيحه 100% ترجمها للهدف الثالث، وبعد كده شكرا ريال مدريد طبق سياسه شمال افريقيا في اضاعه الوقت وقدر يستنفذ الوقت ببراعه. وكمان بصراحه السيتي ما كانش عنده اي اوراق او عنده اي حاجه يقدر يقدمها في الاشواط الاضافيه عشان يقدر يهدد مرمى كورتوا تاني، ربما بس هي الفرصه كده عشوائيه جت كره عرضيه وصلت لفرناندينيو بعد ما صدها كورتوا لكن حطها في خارج المرمى. جوارديولا هو المسؤول الاول عن خروج او فشل السيتي في الوصول ل فاينل دوري ابطال اوروبا، لانه ما كانش مصدق ان هو متقدم بهدف في الربع ساعه الاخيره، واجرى عدد من التغييرات. يعني ربما كنا في اللايف اللي قبل المباراه بنقول ان التشكيل بيقول ان جوارديولا ما عملش فلسفه زياده وانه قدر يحط الاوراق المنطقيه، لا فجوارديولا قال ازاي اليوم يعدي من غير ما تفلسف، وراح هوب حاطط الفلسفه الزياده عن اللزوم في نهايه المباراه و خرج اهم اوراقه. وكان التغييرات دي في وجهه نظري الشخصيه لو كانت اتاخرت للدقيقه 85 كان فضل صبر عليها 10 دقائق كان ممكن فعلا يضغط ريال مدريد اكتر واكتر، كان انت سبت الكوره سبت الريال هو اللي يعمل اللي هو عايزه. وبالتالي بمرور الوقت قدر ريال مدريد ان هو يرجع في المباراه ويرجع في السكور ويشدك هو للوقت الاضافي. الف مليون مبروك لمحبي ريال مدريد في كل حته، التاهل المستحق، واكيد هنبقى على موعد مع نهائي مثير ما بين ليفربول وريال مدريد ان شاء الله يوم 28/5 في باريس. هارد لك لمحبين مانشستر سيتي اللي ما زالوا بيتجرعوا من فلسفه جوارديولا الزايده عن اللزوم اوروبيا كل سنه. شكرا جزيلا ليكم، كنت معاكم كريم سعيد.